وفي عهده كان الجيش في الأندلس في قمة القوة في التسليح وفي الأعداد، وضم أعدادا كبيرة إلى جيشه، وقدم البربر وأخر قادة العرب، وفرق في الوحدات الجيش ما بين القبائل، فلا يجعل الجنود من قبيلة واحدة في وحدة واحدة، وكان له خطة فنفذ هذه الخطة على الجيش، فكان جيشه لا يهزم. يعني تتعجب أنه في خلال كل هذه الغزوات 54 غزوة لم تكسر له راية ولم يهزم، وهذا أمر نادر وأمر عجيب. وأمر عجيب أنه على مدى كل هذه السنوات من حكمه ويغزو مرتين في العام، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، ولا يهزم في مرة واحدة. فكان قائدا محنكا، وكان يغدق الأموال على الجيش حتى يضمن ولاء الجيش له.